يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان ماله حرام وعلم الورثة بذلك وتوفي صاحب المال فهل لهم أن يرثوه؟ لا، إذا كانوا يعلمون أنه حرام لا يجوز لهم أن يرثوه، لأنه حرام، حرام لا يجوز. أما إذا لم يعلموا ليس عليهم في ذلك شيء، ومن أراد يتورع تورع شيء آخر. نعم.